بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح بسيط آخر جديد، المرة مع طريقة لحماية ملفاتك في جهاز الكمبيوتر من العبث بها أو أخذها أو سرقتها أو نقلها دون إذنك عبر منافذ USB أو مفاتيح USB أو حتى عبر نسخها في CD أو DVD. كيف تقوم بذلك عبر هذه الأداة الرائعة؟ هذا ما سنقوم بشرحه في هذا الدرس. قبل ذلك، لم تشترك في القناة نسيم دي زد، هذه قناة نسيم دي زد، يمكنك الضغط على أي أيقونة حمراء تحت الفيديو للاشتراك وتفعيل خاصية الإشعارات ليصلك كل جديد بنا من القناة. نعود إلى الشرح. كما قلت، تجدون رابط هذه الأعداد تحت الفيديو لتحميلها. لا تحتاج تثبيت ولا تنصيب على الجهاز، مجرد الضغط عليها فتبدأ بالعمل. أنا من قبل قمت بالعمل عليها ووضعت لها كلمة سر، كذلك سنتطرق إلى هذه الخاصية لكلمة سر. كما تشاهدون، هذه الوجهة الأولى للأعداد، وهي نغير أولا اللغة للعربية لشرح أبسط، وهي على الخيار مكن القراءة والكتابة الوضع تلقائي عادي، يعني منافذ USB تعمل، CD يعمل، DVD يعمل، كل شيء. أريد الآن منع القراءة من USB فقط، يعني يمكنك قراءة USB فقط ولا يمكنك وضع ملفات في USB. فتقوم بتمكن الخيار الثاني وهذا اللون يصبح أصفر، ثم تضغط على أكد الاختيار فتأتيك هذه الرسالة تقول أعد إزالة وإدخال سواقات USB أو أعد تشغيل النظام. لا يهم، فهذا الخيار يمكن يعمل مباشرة. فسنذهب إلى USB، نفتح USB ونحاول أن نضع مثلا أي ملف. فلا يمكنني وضع أي ملف فيه، ولكن يمكنني قراءة ما يوجد داخله. هذا الخيار الأول. الآن نقوم بالخيار الثاني، وهو أمنع أجهزة تخزين USB تماما. يصبح اللون أحمر، ثم أكد التغيير. ففي هذه الحالة لا يمكنني استعمال منافذ USB، ليست في USB فقط، ولكن حتى لربما أجهزة جوال وغيرها التي تعمل عبر منافذ USB. الآن نريد منع CD والDVD، فتذهب إلى هذا الخيار تفضيلات، فتجد تجد أجهزة الأقراص الضوئية هنا. كيف يعمل هذا الخيار؟ مثل USB كذلك، ففعل القراءة فقط. عند تفعيله فتصبح CD والDVD للقراءة فقط، وعند ربما تريد عملية نسخ أو حرق أي شيء على CD والDVD فلا يمكنك. هنا أحجب السواقات، أحجب سواقات يعني لا تعمل لا للقراءة ولا للكتابة. كذلك أجهزة الأقراص الممغنطة، هذه أجهزة الأقراص الممغنطة هي الفلوبي ديسك، وأصبحت شيء من الماضي، تقنية من الماضي. حتى الأجهزة الجديدة لا تحتوي على هذا المنافذ، ولكن أجهزة ربما قديمة فيها بعض المنافذ ويمكن استغلالها لسرقة المعلومات عن طريقها. كذلك أجهزة التسجيل ومكونات أجهزة الويندوز المحمولة، هذه ربما تعمل على منافذ RJ45 أو منافذ الطابعات، وحتى USB كذلك فيمكنك منعها من هذا الخيار. فهنا ربما منع الديفايس USB كذلك، منافذ USB منعها كذلك يمكنك من هنا كذلك. أبطل التشغيل تلقائي أطرا، فبعض USB ربما يحتوي على فيروس أو يحتوي على ملف يقوم بالتشغيل تلقائي عند وضعه، فمن هنا يمكنك منع هذا الخيار. أظهر الملفات المخفية على السواقة مثل USB، فعند اختيار لم يتم إيجاد سواقة USB لأني قمت بمنعه من هنا، تقوم بإعادة تشغيله من جديد فيصبح يظهر من جديد. ثم أحاول إظهار ملفات المخفية، إظهار الملفات المخفية. هنا لا يوجد أي ملف مخفي، لذا سنعيد الكرة مرة أخرى. سنجرب نوضع ملف مخفي هنا، نسميها ربما 000، ثم نقوم بإخفائه بروبريتي. فهذا الخيار نقوم باختيار الخيار الثاني كاشي بالفرنسية إخفاء، ثم أوكي، اختفى الملف. ف
فنحاول إظهاره عن طريق هذه الأداة تفضيلات إظهار الملفات المخفية على السواق. فهنا مباشرة يظهر لك الـ USB أو مفتاح الـ USB الذي المشتغل في الجهاز، ثم الضغط على أظهر الكلمات المخفية على السواق. فعند الضغط ننتظر قليلا، فمباشرة يظهر ذلك الملف المخفي. فهذه خاصية كذلك جيدة، ربما إن أصيب الـ USB الخاص بك بملف الذي يقوم أو بفيروس الذي يقوم بإخفاء الملفات، فيمكنك استعمال هذه الطريقة لإظهار الملفات مرة أخرى. سبق وقمت بعمل شرح لطريقة إظهار الملفات المخفية في الويندوز، فيمكنك البحث عنه في القناة كيف تبحث في القناة. داخل أي قناة يوتيوب تقوم بالذهاب إلى رابط القناة، فتجد في الأسفل في القائمة تجد هذه الخانة أو أيقونة البحث، فتقوم بكتابة أي كلمة للبحث داخل القناة. فمثلا كلمة نكتب المخفية ثم أوكي، فيعطيك نتيجة كما تشاهدون. هذه النتيجة الأولى طريقة عرض الملفات والمجلدات والمستندات المخفية في الجهاز، ويمكنك قراءة الفيديو بشكل عادي. هذه الخاصية. كذلك خاصية أخرى وهي إزالة المكونات المادية بأمان، هذه لا تهم. أهم شيء، أهم خاصية في هذه الأعداد وهي عمل كلمة سر لمنع العبث بهذه الإعدادات وتغييرها، وذلك بالذهاب إلى إعدادات غير كلمة سر. كما قلت أنا قمت بعمل كلمة سر من قبل، ثم تجد هذه الخانة، تضع كلمة سر الأولى ثم تعيدها، وهنا تكتب تلميح كلمة سر، كلمة لتقوم بتذكيرك بكلمة سر، مثلا تاريخ مولدك، فتقوم بوضع كلمة سر تاريخ مولدك فتتذكرها بشكل جيد. هذه هي الأداة وطريقة عملها. أتمنى في الأخير أن تستفيدوا من هذه الأداة، وفي الأخير لم تشترك فيها القناة، قناة نسيم ديزاد هدية، وأدعمونا باشتراك أو لايك وتعليق. إلى الدرس القادم بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.